أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق المصدوق الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وكل من استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المباركون، طبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم عبر هذه الوسيلة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أحبتي في الله، فكما تعلمون جميعا أننا في شهر عظيم مبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر الخيرات وشهر البركات وشهر الطاعات وشهر القربات وشهر الصدقات وشهر الرحمة من رب الأرض والسماوات. وهذا الشهر
ينبغي أن نغتنمه لكثير من الأمور، نغتنمه من أجل الإكثار من العبادة ومن الطاعة ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك عبادة قلبية مع الأسف الشديد غفلنا عنها، وبالأخص في هذا الوقت بالذات. فلذلك كلامي سيرتكز معكم إن شاء الله تعالى على أحد أنواع القلوب الصحيحة. فالقلوب كما تعلمون ثلاثة أنواع: قلب ميت، وقلب مريض، وقلب صحيح أو سليم. ونحن إن شاء الله تعالى سنتكلم عن هذا النوع، ألا وهو القلب السليم، لأني أريد من نفسي ومن إخواني أن يجتهدوا على هذا القلب لكي يكون سليما، لأن السعادة ديال الدنيا والآخرة ديال الدنيا والآخرة سعادة المسلم أنيطت بهذا القلب، هو المعول عليه في الآخرة، كما سمعتم في الآية التي قرأتها عليكم: الذي يريد النجاة من خزي يوم القيامة ينبغي أن يكون قلبه سليما. قال تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. الله تعالى قال سليم ولم يقل سالم، لأن سليم هي كطويل، كعظيم، كبخيل، هذه الصفة المشبهة باسم الفاعل كما قال علماء العربية تفيد الثبوت والاستمرار والدوام. فالقلب السليم لكي تكون السلامة ديالو ثابتة ومستقرة دائما، وما كتحركهاش الأهواء، وما كتزعزعهاش الشبهات أو الشهوات. وأنا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس بغيت نتكلم معكم على ستة العلامات من العلامات ديال القلب السليم، ستة العلامات نقيسوا عليها قلوبنا ونشوفوا شكون اللي هو مجتهد، وشكون اللي هو فائز، وشكون اللي هو فعلا عنده هاد العلامات. اللي عنده هاد العلامات راه هو من الفائزين، واللي عنده شي تقصير يحاول أنه يجتهد، ويحاول أن الهمة دياله تكون قوية، ويحاول أن العزيمة دياله تكون قوية باش يحصل على هاد العلامات، باش يكون القلب دياله سليم إن شاء الله تعالى. أولا، القلب السليم كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: هو الذي قد سليم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. القلب السليم اللي كيكون سليم من الشهوات، الشهوات اللي كتخالف الأمر ديال الله عز وجل وكتخالف النهي دياله، وكيكون سليم من كل شبهة اللي كتعارض الخبر، اللي كتعارض القرآن وكتعارض السنة. فيكون القلب السليم سالما من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات، مؤثرا أمر الله ورسوله على ما سواهما، مقدما محبتهما على محبة غيرهما. هذا هو القلب السليم اللي كيكون كلام الله عز وجل وكلام سيدنا محمد كيكون فوق راسه. مني كتسمع قال الله، قال رسول الله، كتقول على عيني وعلى راسي ما يمكنش لي نجتهد، ما يمكنش لي نقول شي كلام خر من غير كلام الله وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء هو اللي جاء في القرآن الكريم، مني وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين الصالحين، قال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الخطاب لمن؟ المؤمنين، باش ما يقدموش بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تقولوا ولا تفعلوا حتى يقول الله عز وجل، وحتى يفعل الله تبارك وتعالى ويفعل رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا،
أيها الإخوة في الله، القلب السليم كيكون غريب في الدنيا مدبر منها. القلب السليم الدنيا ما كتأثرش فيه، هو كيكون غريب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية ديالو للصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال لي: هاد الدنيا هذه كن فيها بحال شي واحد غريب براني ماشي ولد البلاد، أو شي واحد غير دايز عابر السبيل، يعني هذيك راه ماشي بلاده، راه هو غادي للبلاد ديالو الأصلية ولكن باغي غير يستريح فيها. وقال لي ابن عمر رضي الله عنه كان كيقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. والحديث في صحيح البخاري. أيها الإخوة في الله، هاد الدنيا اللي كيتقاتلوا عليها الناس، ولكي يسلبوا الأموال ديال بعضياتهم بسببها، ولكي يتخاصموا عليها، ولكي يوقعوا في الفواحش وفي المنكرات وفي الغيبة وفي النميمة عليها، هذه الدنيا هذه والله هي ليست إلا ظلا زائلا وطريقا قصيرا لا يزيد عن يوم أو ليلة، كما قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذه الدنيا، هذه الحقيقة ديالها. الإنسان اللي كيتقاتل عليها، واللي كيهجر الإخوان ديالو، واللي كيتعادى معاهم، واللي كيسبهم، واللي كيوقف معاهم في المحاكم، وكيوصل معاهم شي حوايج اللي خطيرة جدا، راه هي ظل زائل، ظل زائل، ظل غادي يفوت. واش الظل كيبقى؟ الظل راه واحد شوية وكيمشي. الطريق قصيرة، لابد أن الحياة الباقية هي حياة الآخرة. لما احتضر أبو بكر بن حبيب، وهذا كان من العلماء، كيدير الدرس وكيدير الموعظة، وكان مؤدب، وكان رجل مزيان كيخاف من الله، قالوا لي اصحابه وصينا انت، قال لي دابا راك تحتضر وصينا شي وصية. فقال لهم: أوصيكم بثلاث، كان وصيكم بثلاثة الوصيات: بتقوى الله عز وجل ومراقبته في الخلوة، واحذروا مصرعي هذا. قال لهم: كنوصيكم باش تتقوا الله وباش تراقبوا الله سبحانه وتعالى ملي تكونوا في الخلوات ديالكم، ملي تكونوا بحدكم، وكنوصيكم ايضا بانكم تشوفوا الحاله اللي انا فيها دابا. فقد عشت 61 سنه وكاني ما رايت الدنيا. هذا الرجل عابد زاهد كيخاف الله. كيخاف الله، كيتقي الله، كيعلم الناس، كيوعظهم، كيأدبهم، ومع ذلك قال لهم: احضروا مصرعي هذا، ردوا البال من هاد الوفاة ديالي، شوفوها كيفاش غتكون، راه 61 عام وانا عايش وكأني ما رأيت الدنيا، بحال ما عمرني عشت نهار. ثم قال لبعض إخواني: هل ترى جبيني يعرق؟ فقال: نعم. فقال: الحمد لله، هذه علامة المؤمن، يريد بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. وهذه علامة من علامات حسن الخاتمة، أن الإنسان من كيتوفى الجبهة ديالو كيدوز منها العرق. فقال لهم: الحمد لله، من جبهتي داز منها العرق، فهذه علامة من علامات حسن الخاتمة، وهذه علامة على أنني مؤمن، والمؤمن يموت بعرق الجبين. ثم قال: ها قد مددت يدي إليك فردها، ها قد مددت يدي إليك فردها، بالفضل لا بشماتة الأعداء. أيها الإخوة، هذه العلامة الثانية: الإدبار عن الدنيا والإقبال على الآخرة. أما العلامة الثالثة أيها الإخوة المباركون، القلب السليم يتنزه عن الأحقاد وعن التأر. هذا هو القلب السليم، لا يحقد ولا يتأر. قلب السليم كيكون سالم من الكراهية ومن الحسد
كيكون معصوم من الغل ومن الإثم ومن البغضاء. هذا هو القلب السليم الذي ينبغي أن نجتهد على تنقيته. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ شكون أفضل واحد في الناس؟ أحسن واحد وأجود واحد في الناس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ الصحابة ما عرفوش أشنا هي معنى مخموم القلب. صدوق هو الإنسان اللي كيكون صادق، ما كيكذبش على الله وما كيكذبش على عباده. فقالوا: ما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الله أكبر، صدق رسول الله، صدق رسول الله. مخموم القلب هو الإنسان اللي كيكون تقي وكيكون نقي، ما كيكونش فيه الإثم، ما كيكونش فيه الظلم، ما كيكونش فيه الغل، ما كيكونش فيه الحسد. هذا هو الإنسان اللي كيحب الله تبارك وتعالى، وهذا أفضل واحد عن سيدي ربي الكريم. ماشي أفضل واحد هو اللي كيعبد بالليل وبالنهار، العبادة نعم مطلوبة، ولكن أفضل واحد هو مخموم صدوق اللسان، مخموم القلب. هذه العلامة الثالثة: سلامة الصدر من الغل والحقد والحسد. العلامة الرابعة أيها المباركون: القلب السليم يفر إلى الله حينما يغفل عنه الغافلون، ويفزع إليه حين يتعلق بغيره المحرومون، ويحس بلذة القرب منه حين يبتعد عنه اللاهون. وهذه هي حلاوة الإيمان اللي كتكون ناتجة عن الحب الحقيقي اللي كيربط القلب السليم بالله تبارك وتعالى. كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. اللي فيه ثلاثة صفات راه كيحس بالحلاوة ديال الإيمان. الصفة الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. اللي فيها الصفة ثلاثة راه القلب دياله سليم وصحيح ومزيان، هانئا له، يحمد ربي وشكره، يكون يحب الله تعالى ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي حاجة في الدنيا. ولا حبيتي شي واحد، حبوا لله ماشي المصلحة، وتكره أنك ترجع للضلال وترجع للمعاصي وترجع للكفر وترجع للشرك مني نجاك الله منه، كما تكره أنك تلح في العافية. كيقول بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. ومن جميل الحكم قول أحد الحكماء: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. اللي كيصفي قلبه وكيصفي مع الناس علاقته، الله تعالى كيصفي له الأمور وكيقادها له. واللي كيخسر العلاقة وكيكون كيكدر العلاقة دياله وكيكدر الأحوال ديال الناس، الله سبحانه وتعالى كيكدر عليه. أيها المباركون، القلب يتأثر بالشرك، ويتأثر بالبدعة، ويتأثر بالذنوب، ويتأثر بالمعاصي. ولذلك أيها المباركون، ينبغي دائما وأبدا أن نجالس الصالحين، لأن هذه العلامة الخامسة
القلب اللي بغيتيه يكون سليم ويكون صحيح ويكون مزيان، اترافق مع الناس الصالحين، الناس اللي كيقربوك من الله وكيبعدوك من الدنيا وكيبعدوك من المعاصي ومن الذنوب ومن الشرك ومن الكفر، الناس اللي كيذكروا الاخره، الناس الذين اللي كيخافوا من الخساره، الخساره ديال الاخره، الناس اللي كينصحوك بتقوى الله، الناس اللي كيخوفوك من عذاب الله، هادو هما اللي خاصك ترافق معاهم باش يكون القلب ديالك سليم. سأل رجل الحسن البصري قال له: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ قال لي فقيه الله يجازيك بخير، حنا كنترافقوا مع شي ناس كيبقاو يخوفوا فينا ويبقاو يوعظوا فينا كيخلعوا فينا حتى القلوب ديالنا كتبغي تطير من بلاصتها، كيفاش غنديروا؟ اش قال لي هذا الامام؟ اسمع، اسمعوا ايها الاخوه. فقال الحسن: والله لان تصحب اقواما يخوفونك حتى تدرك امنا خير من ان تصحب اقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. لانك تسمع الناس اللي كيخوفوك حتى يوقع لك الامن خير من انك تصاحب مع شي ناس اللي كيامنوك من عذاب الله حتى تجيك المخاوف. ولذلك احنا كنقولوا بالدارجه: سمع اللي يبكيك ما تسمعشاش اللي يضحكك، وبذلك يدفع القلب السليم الخائف خذلان الشيطان عند اخطر لحظه يعيشها الانسان في الدنيا، وهي لحظه الموت. لان الانسان ملي كتجيه الوفاه الشيطان ما كيتفرقش عليه، كيجي في هذيك اللحظة كيبغي يخذله، كيفكروا في جميع الذنوب وجميع المعاصي، كيفكروا في جميع الطامات، كيقول لي درتي كذا ودرتي كذا ودرتي كذا، باش هذاك الإنسان يموت وما يقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها المباركون، لا ينبغي أبدا أن نقنط من رحمة الله عز وجل، لأن هذه الحروب التي انتشرت بيننا اليوم هي بسبب غياب القلوب السليمة. هذه المخاصمات والمشاجرات والطامات هي بسبب غياب القلوب السليمة. مني القلوب ديالنا ما بقاش سليمة، مني القلوب ديالنا ولت عامرة بالكره وبالحقد وبالحسد، راك تشوفوا هذه النتائج ديال كيفاش ولت. هاد الخصومات بسبب الصدور الحاقدة، هاد المشاكل ديال المسلمين اللي كيعيشوا فيها اليوم هي كلها بسبب القلوب الحاقدة، حتى اختلفوا فيما بينهم، وحتى فشلوا في مدافعة أعدائهم، وحتى ذهبت ريحهم في اقتحام مجالات التقدم والريادة، هادشي كامل بسبب القلوب المتنافرة. إذن أيها المباركون، لا مناص ولا بد لنا من أن نعالج قلوبنا وأن نردها إلى حكمة القرآن في ضوابط التواصل بيننا ومنهج السنة في سلامة علاقتنا، والله تبارك وتعالى كيتولى الصالحين. شوفوا القصة ديال هذاك الرجل اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل اللي يدخل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فالصحابة كلهم كيتلفتوا شكون غيدخل، فدخل رجل تقطر لحيته من الوضوء فسلم وصلى ثم جلس ينصت إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني قال لهم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الرجل. في اليوم الثالث قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل، فدخل نفس الرجل. نفس الرجل كيدخل ثلاث أيام وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه راه من أهل الجنة، وهو يمشي على الأرض وهو حي ولكنه من أهل الجنة. أحد الصحابة بغي يشوف أش كيدير هذا الرجل هذا، قال لي: يا ودي راني تناقشت مع الوالد وبغيتك تستضيفني واحد ثلاث أيام وكذا إلى آخره، الله يجزيك بخير. قال لي: مرحبا. فاستضافه ثلاثة أيام في بيتي، فكيشوف هذاك الرجل لا يكثر الصلاة ولا يكثر، عادي جدا يصلي العشاء ويصلي شي بركة وكينعس، ما حتى شي حاجة كثيرة ما كيديرها. فمني داز ثلاث ايام قال لي: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه، ماذا تفعل؟ اش كدير؟ اش كتصنع؟ قال: لا شيء غير ما رايت.
ثم ذهب. فعيط لي قال لي تعالى ولكني أقوم بأمر ربما هو اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرني بالجنة. قال ماذا تفعل؟ قال مني كنبغي نعس وكنبغي نحط راسي على المخدة وعلى الوسادة، كنفرغ القلب ديالي من الحقد ومن الحسد، وكنسمح للناس كلهم كاع اللي ظلمني كنسمح ليه. فقال له الصحابي الجليل هذه التي أوصلتك وهي التي لا نستطيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا قلوبا سليمة، نسأل الله تعالى أن ينزع من قلوبنا الغلة والحسد والحقد والكراهية، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، نسأل الله تعالى أن تقبل منا الصلاة والصيام ويحشرنا في زمرة خير الأنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، اللهم أفرح برحمتك هذه القلوب، وأذهب بكرمك حزنها وهمها، واغفر بجودك ما كان من ذنبها، اللهم نور بالقرآن والغفران هذه القلوب، اللهم استر هذه الوجوه في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تستجيب لنا دعواتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتصلح أهلنا وذرياتنا وترحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم إنا نسألك أن تمسح عنا أوجاعنا وتنور ظلمات ليالينا، اللهم اسقنا فرحا وارزقنا من كل مداخل الخير، اللهم يا قوي من للضعيف غيرك، اللهم يا غني من للفقير غيرك، اللهم يا عزيز من للذليل غيرك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علي ولا تؤثر علينا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم إنه لنا أحباب بالبسمة نحبهم وبالود نذكرهم وبالود نذكرهم وبالشوق ندعو لهم وبظهر الغيب ندعو لهم وفي القلب والروح نحتفظ بهم، يا رب احفظهم واجعل لي وإياهم في جنة الخلد، اللهم أقل عثراتهم واغفر زلاتهم وكفر سيئاتهم وانزع الغل والحسد والحقد والكراهية من صدورهم، يا عزيز يا غفار، صل وسلم وبارك على النبي المصطفى العدنان.